وأن هناك مرة تزوج من الجن بين الإنس والجن مرة هذا التزوج ما نعلم هذا شيء وهذا في خلاف أهل العلم التزوج من الجن في لأن لا يعلم لا يوجد إلحاق إسلامهم ولا دينهم يتم الأمر فلا ينبغي التزوج منهم بكلية لو تمكنوا لا ينبغي لأن لا نستطيع أن نعرف حقيقة وهل دعوة الإسلام صحيحة أو مش صحيحة فهو على خطر.